أعلنت جماعة الإخوان المسلمين السبت إن مجلس شورى الجماعة انتخب محمد مرسي نائب المرشد العام للجماعة رئيسا لحزب الحرية والعدالة، الحزب اللي أعلنت الإخوان عزمها على تأسيسه بعد ثورة 25 يناير. انتخب مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان نائبا لرئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني أمينا العاما للحزب. وأكد البيان إن الجماعة لن تقدم مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية. وأوضحت الجماعة أنها ستقدم مرشحين في انتخابات مجلس الشعب في حدود 45 ل 50% من المقاعد،